حول هذه التطورات معنا من القاهرة مراسلنا أحمد مهران، ومن الخرطوم مراسلنا خالد عويس، ومن إديس أبابا مراسلنا جابر منصور. أهلا بكما جميعا. أبدأ من أحمد مهران من القاهرة. الموقف المصري اتفق مع الموقف السوداني في رفض المقترح الإثيوبي، وضح لنا واشرح لنا أكثر طبيعة هذا الموقف المصري. نعم، الموقف المصري أولا كان متوقعا، لأن هذا العرض الإثيوبي جاء بشكل منفرد تماما مثلما هي الإجراءات الأحادية التي تعتزم إثيوبيا القيام بها، أي أن هذا الاقتراح لم يتم التباحث بشأنه في اجتماعات كينشاسا، بل إن اجتماعات كينشاسا شهدت العديد من المقترحات المصرية والسودانية التي رفضت جميعا، أبرزها بالطبع المبادرة السودانية المتعلقة بتطوير آلية التفاوض لتشمل مظلة رباعية دولية، وكذلك المقترح المصري المتعلق بإجراء المفاوضات تحت رعاية مباشرة من الرئيس الكونغولي تشيسيكيدي وبنفس الآلية المتبعة حالياً. هذه المقترحات تم التباحث حولها وطرحت في اتفاق في اجتماعات كينشاسا ورفضت من قبل الدولة الإثيوبية. اليوم يتم طرح يعني مقترح جديد بشكل منفرد من إثيوبيا من دون التباحث بشأنه، وبالتالي من حيث الشكل هو أمر غير مقبول بالنسبة للدولة المصرية. من حيث المضمون، هذا الاقتراح يعني يفرغ المطالب المصرية والسودانية من مضمونها، لأنه يأتي من دون اتفاق قانوني ملزم، وهذا هو المطلب الأهم، هو التوقيع على اتفاق قانوني ملزم يتم النص من خلاله على تبادل البيانات والمعلومات وفقا لآلية محددة، ولكن هذا الاقتراح لا يتضمن الاتفاق على يعني او التوقيع على اتفاق قانوني ملزم. وبالتالي ترى القاهره في بيانها الذي صدر بالامس من وزاره الري المصريه تعقيبا على هذا الاقتراح، ان هذا الاقتراح يمثل التفافا على اعلان المبادئ الموقع بين قاده الدول الثلاث في 2015، والذي اكد على ضروره التوصل الى اتفاق قانوني ملزم قبل يتضمن قواعد خاصه بملء وتشغيل سد النهضه. نعم، إذا نتحول إلى مراسلنا من الخرطوم خالد عويس. خالد، بالإضافة إلى إعلان الخرطوم رفضها لهذا المقترح، هي أيضا بدأت باستعدادات قبل الملأ الثاني، وأيضا ماذا في قادم الأيام بالنسبة للسودان؟ نعم طبعا، في حقيقة الأمر الخرطوم رحبت بهذه المبادرة الإثيوبية، لكنها طبعا تحفظت على الإطار العام لهذه المبادرة. خطوة تبادل البيانات بالنسبة للخرطوم مهمة ومرحب بها، لكن شريطة أن يأتي ذلك في إطار اتفاق ملزم وقانوني بشأن ملء وتشغيل السد وكذلك تبادل البيانات. الخرطوم طبعا منذ أشهر تتحسب ليوليو المقبل، حيث تزمع طبعا إثيوبيا الملء الثاني للسد بنحو أكثر من 13 مليار متر مكعب من المياه. هذا ما تتحسب له الخرطوم. من ناحية الإمداد الكهربائي، يبدو أن الخرطوم تخزن قدرا من الطاقة الكهربائية تقيها شر تلك الأيام القادمة، وكذلك تتحسب لحدوث مضاعفات جراء الملء الثاني على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي، يعني من ناحية الزراعة، من ناحية احتمال فيضانات إذا كانت تدفقات المياه كبيرة، ومن ناحية أيضا انحسار النيل الأزرق والنيل الرئيسي في حال خزنت إثيوبيا كميات كبيرة من المياه تؤثر طبعا على جريان النهر. الخرطوم تتحسب أيضا بعمليات ربما تفريغ وإعادة ملء لخزاناتها لدرء أي مشكلات قد تحدث. نعم. ما قالته إثيوبيا وما طرحته كان قد شدد عليه السفير الأمريكي في الكونغو في لقاء مع الوفد الإثيوبي هناك، حيث لفت إلى ضرورة تبادل البيانات. نعم. الإثيوبيون الآن طبعا طرحوا هذه المسألة لكن دون اتفاق مسبق. نعم. تحول إلى جابر منصور من إديس أبابا. بالطبع يعني هذا الرفض، كيف كانت أصداؤه في إديس أبابا جابر؟ مروج، من قبل المحللين والسياسيين كانت الخطوة بالرفض من قبل دول المصب متوقعة، لأن هناك خطوات تمت في الكونغو الديمقراطية باعتبار أن السودان طرح مبادرة الرباعية أو الوساطة الرباعية،
ورفضت من قبل إثيوبيا. هذا الرفض تبعه أيضا الآن دول المصب ترفض كذلك موضوع التشغيل أو المشغلين أو الدعوة الإثيوبية بموضوع التشغيل أو المنسقين. لذلك تأخذ القضية مجرى من الكر والفر، ويقول كل طرف للآخر هذه بتلك. لكن إثيوبيا حتى هذه اللحظة لا تعليقات منذ الأمس على الرفض من قبل دول المصب على موضوع التشغيل أو المشغلين أو المنسقين، لكنها أرادت أن تقول نحن نتقدم خطوة إلى الأمام. السودان كان قد تخوف من عدم تبادل المعلومات، ها نحن الآن نتقدم خطوة إلى الأمام ونتبادل المعلومات. وموضوع التشغيل هذا إذا ما وافقت الدولتين على ذلك فإن تبادل المعلومات سيكون متوفرا بشكل أكبر. هذه دعوة مسبقة من قبل أن يبدأ الملء في موعده، لكن إثيوبيا مع حرصها على الملء الثاني الأطراف كلها تطلب أن يكون هناك قانون ملزم لكافة الأطراف، لكن إثيوبيا تقول أنها لن تتنازل عن حقها ما إذا توصل الاتفاق أو المفاوضات أو الاجتماع. توصلت إلى اتفاق أم لم تصل إلى اتفاق فإنها ماضية في الملأ الثاني في موعده. هذا كلام مسبق لإثيوبيا وثابت عليه وقد لا يتغير عما قريب، لكن حاولت أن تضع دول المصب أمام أمر واقع الآن باعتبارها أنها قدمت معلومات وبيانات وتريد أن تشاركها دول المصب في ذلك. شكرا جزيلا لكم، طبعا سنتابع كل تطورات هذا الملف. شكرا لمراسلنا من أديس أبابا جابر منصور، وخالد عويس من الخرطوم، وأحمد مهران من القاهرة. أشكركم جميعا.